مساء الخير مشاهدينا ومساء سعيد لباسل. أهلا بك نبيلة وأهلا بكم مشاهدينا في كل مكان في حلقة جديدة من اليوم، يوم آخر وفيه نقص حكاية أبناء الإرهاب الضالين مع معارك القلوب والعقول. أهلا بكم جميعا. بالفعل نبيلة، وبالإضافة إلى هذا أيضا نتحدث عن القلب والعقل ونبحث عن من يتحكم في المشاعر بالضبط. كل هذا مشاهدينا في هذه الحلقة، ولكن أولا جولة العواصم. قطار هوائي، هل يحل أزمات زحام الطرقات؟ ودراما مدرسية، تعليم وتجاوب مع يوميات الحياة. أنا إيمان حداد، تابعوني في اليوم على الحرة من القدس. لكبار السن تحديات ومتطلبات ومناشدات، هل يسمع لها أحد؟ وللشباب نحت في الصخر من أجل تحقيق الطموحات. أنا أسامة يوسف، انتظروني من القاهرة. مهرجان البحر الأزرق للأفلام، توعية بمخاطر بيئية ونغمات موسيقية شرقية وغربية في لقاء اليوم مع عازفة الكمان فانيسا نصار. مشاهدينا، أنا منى وهبي وأرحب بكم من بيروت. إذن مشاهدينا، بالإضافة إلى كل هذه الملفات في مواقع التواصل الاجتماعي، التحشيد للإرهاب خارج نطاق السيطرة فيما يبدو يا نبيلة، ولكن مع ذلك هناك فوائد عظيمة لهذه المواقع. نعم، تابع الإجابة يا باسل في ملفات اليوم. أما في الاقتصاد فنفط العراق يتدفق رغم كل شيء، أليس كذلك لبنى؟ أكيد نبيلة، تحياتي ليك ولباسل. نبيلة، سنتوقف اليوم في اقتصاد اليوم عن صناعة النفط العراقية، أو بالتحديد عن صادرات النفط خاصة من إقليم الكردستان، ونتوقف أيضا عند ربما التحديات التي تنتظر الحكومة الجديدة. أما الفن ففاتن كالعادة معها المثير هذه المرة عن البندقية. أهلا يا لبنى، في منوعات اليوم العديد والعديد لبنى من المواضيع. ومشاهدينا، عن مهرجان السينما الأقدم نقص حكاية بالصور، وأيضا نتوقف مع موسيقى الراي في فقرة جدا مميزة. أما علي، ماذا لديك عن ملاعب العراق اليوم؟ أهلا بك يا فاتن، في فقرة رياضة اليوم سوف نتحدث عن عشقي كرة القدم يتحدى الموت في العراق، وفي دوري أوروبا نجوم تبحث عن الذهب في سباق خاص. أما البداية فعن قصص شباب في وكر الإرهاب مع نبيلة وباسل، إليكما. شكرا لك يا علي. باسل، ما توحي به الصورة من الرقة والموصل يثير تساؤلات عن تحولات في أحلام وتطلعات شباب من عشق الحياة إلى وأدها. بالفعل نبيلة، لا أحد ربما يستطيع التكهن بمسار أو بالمسار الذي ستمضي إليه هذه المواجهة ضد قوى الإرهاب، وكأن الناس بحاجة إلى المزيد من الحروب والفوضى حتى يبدأوا رحلة نزوح جديدة بحثا عن الأمان.